طاقتك لهذا الشهر، أنت في طاقة ربما غيظ وغضب، أو ربما أنت في طاقة حماس وبدايات جديدة. ربما تكون مشاريع، فهذه العصا تدل على المشاريع والأعمال. ربما أنت في أعمال جديدة، مشاريع ومشروع جديد، أو في ازدهار لأعمالك في هذا الوقت. أنت ترى الحبيب أنه متباعد، وأنت تراه إنسان خلوق جدا، متدين، ملتزم، يعرف الصح من الخطأ، أو أنك تراه متباعد. الحبيب تعرض لأمر صعب جدا في حياته، هو جعله هكذا متباعد. ربما هو إنسان جدا طيب القلب، صافي، صادق، مقبل على الحياة، ومحب لكل الناس. هذا هو كأس الحب، هو يفيض حبه على كل الناس، وهو إنسان جدا ذو أخلاق عالية ومتدين، وصاحب مكانة رفيعة أيضا. وأنت جدا معجب بهذا الشخص. هذه ربما تكون عمل، ربما تكون شعلة إعجاب. أنت معجب جدا بهذا الشخص، وعندك طاقة عالية تجاهه، وأنت متواصل معه بالروح جدا. هذا الحبيب جدا روحاني. انظروا، هذه جميع الكروت الروحانية ظهرت لي في هذه القراءة هنا وهنا. أنت في طاقة توازن، وفي طاقة استعداد لأعمال أو مشاريع. كما قلت، أنت احتمال تكون عندك عائلة، عندك أولاد، أنت تحاول أن توازن بين مشاريعك وأولادك أو عائلتك، وتحاول أن تكون عادل بالحياة مع كل من تحب. وأنت في وضع استقرار مادي وربما عائلي، ولكن في وضع استقرار مادي. هذه الكروت تدل على المشاريع والأعمال أكثر ما هي تدل على العاطفة. الحبيب أيضا هو في بداية عمل جديد أو مشروع جديد، أو هو ربما في فرصة مالية جديدة قد ظهرت أو طرأت على حياته. ربما ورقت يا نصيب، أو ربما ربح أي شيء في مشروع، أو تقدم إلى عرض أو لأي مشروع، وربما تعملان أنت وهو في نفس العمل. إذا أنتما مستقران ماديا، أنت والحبيب. كما يظهر لي هنا أيضا بأنك أنت ممكن أن تكون في بداية عملية جديدة، وأنت مشغول جدا بالأعمال، وهنا تظهر لي هذه البطاقة. أنت تحاول أن توازن بين ربما عائلتك، ربما أنت في وضع عائلي أيضا يتطلب منك الموازنة بين عملك وبين أبنائك. أنت ترى الحبيب إنسان صادق، خلوق، عطاء، كريم، يعطي النور، يعطي الضوء، يعطي الدفء لكل الناس. هو إنسان يعشق الحرية ويحب جميع الناس. هو إنسان بطبعه مثل الطفل الصغير، صادق، بريء، محب، عطوف، مقبل على الحياة، غير متكبر، كصفات الأطفال الصغار. هو جدا جميل، وأنت جدا معجب به، وهذه مشاعرك تجاهه مثل هذه، وهذه الشعلة أيضا تدل بأنك معجب جدا بهذا الشخص، وأنت بطاقة إعجاب كبيرة، وتتمنى أن تكون مع هذا الشخص، لأنك تشعر بأنه يوازيك في الفكر، في احتمال المال، أنه يساويك. ربما تكونان في نفس العمل، ربما تكونان نفس الفكر، نفس الأخلاق، نفس الوضع الاجتماعي، متوازنين.
هو ماذا يشعر بك؟ مشاعر الحبيب باتجاهك، يشعر بأنك أنت فرصة كبيرة بالنسبة له، وهو معجب جدا بك، وهو يريد أن يقدم لك عرضا بحبه أو عرضا ماديا، لأن هنا كما أرى بأنه هناك فرصة مالية عند هذا الشخص، واحتمال بأنه يريد أن يشاركك بشيء عملي أكثر، هو بما هو شيء عاطفي، هو معجب بك كثيرا، ولكن ممكن أن يكون قد يحاول أن سيحاول أن يدخل إليك وإلى قلبك عن طريق أي شيء مادي، فهو يراك هنا أو أنه يعرف هنا بأنك أنت متباعد، وأنك تحب الآن العزلة والابتعاد عن كل الناس، بالرغم من طيبة قلبك وأخلاقك العالية ومحبتك لكل الناس، ولكن هو يعلم ربما هو يعلم بأن هناك أشياء قاسية قد مرت عليك وقد جعلتك تكون بهذه الصفات، ولكن هو يريد أن يقدم لك عرضا بإعجابه وحبه، وربما يكون عرضا ماديا. نوايا الحبيب، نوايا الحبيب هو يريد الاستشفاء حاليا، هو حزين من أشياء مرت عليه في الماضي وجدا متعب، ربما حصلت له أمور صعبة جدا وهو لم ينسها بعد، ويحتاج إلى وقت لكي ينسى هذه المشاكل الماضية، وربما تكون مشاكل عائلية، وربما تكون بينك أو هو وبين أي شخص آخر كان مرتبط به، كانت أو يحبه أو أي شيء، كان مشاكل في المسافات، في هو من بلد وأنت ربما من بلد، هو يريد الاستشفاء، يريد الجلوس لوحده والتفكير بهذا الموضوع. هو سيقدم لك كما قلت عرضا يوازيك، يساويك، هو إنسان يحب العدل كما قلت، هو إنسان عادل، وهذا برج الميزان بالمناسبة، هو إنسان يحب أن يعطي كما يأخذ، وهو سيقدم لك عرضا مماثلا لهذا الشيء. هو أنا أقول بأنه معجب بك كثيرا، وعنده طاقة شغف عالية تجاهك، هذه هو سيقول لك، سيعرض لك عرض بالزواج وبالارتباط الحقيقي، عرضا يناسبك ويناسب تطلعاتك، فهو يراك الشريك المناسب والشريك الذي يتمنى أن يكون معه بقية حياته، هذه هي خطوته القادمة. هو إذن سينوي الاستشفاء والجلوس مع بعضه مع نفسه لبعض الوقت وشحن نفسه بالطاقة الإيجابية، ثم سيأتي إليك ليقدم عرضه بالحب وعرضه بالزواج، والعرض هذا سيكون عرض جدا صادق، لأنه هذه العلاقة كما أرى هذه علاقة كراش، هذه احتمال أنكما لحد الآن لم تتصارحا مع بعضكما بمشاعركم مع بعض، وهو ينوي على وخطته المستقبلية، هو ينوي على أن يصارحك ويفتحك ويفاتحك بهذا الموضوع، هو ينوي الزواج بك، هو جدا معجب. نتيجة هذه القراءة التواصل سيكون بينكما كلام كثير، أو عن طريق الإنترنت رسائل، كلام، نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سيكون خير إن شاء الله. نصيحة هذه القراءة
تقول لك هذه القراءة بأن تسيطر على نفسك قليلا ولا تتسرع، فأنت عندك شعلة كبيرة وطاقة إعجاب كبيرة لهذا الشخص، فتركه قليلا ولا تضغط عليه، أعطه مساحة من الحرية لكي يعمل الاستشفاء، فهو بحاجة لأن يجلس لوحده قليلا ويعمل الاستشفاء الذي هو بحاجة إليه بالفعل، لأنه قد مر بأمور جدا صعبة بحياته، أمور لحد الآن لم ينساها، احتمال بأنه قد خرج من علاقة زواج أو فاشلة، أو علاقة عاطفية لوقت طويل وسببت له جرح كبير من أعماقه، ولحد الآن هو معجب بك ويراك أنت الشريك المثالي، ولكنه يحتاج لبعض الوقت للخروج من هذه الطاقة وإعادة توازنه مع نفسه، ولكي يصبح قادر على أن تكون أنت هو بنفس القوة التي تمتلكها أنت، فهو يراك جدا إنسان روحاني وصادق. إذا النصيحة أن تسيطر على نفسك وتسيطر على عواطفك وتلتزم الصمت وتتعامل معه بكل هدوء، وتتواصل عندما يريد أن يتكلم معك تكلم معه، لكن نحي العواطف قليلا، لا تجعل عواطفك تسيطر على الكلام بينكما، اجعل الكلام موزون، فهو إنسان جدا موزون ومتزن ويحب كل شيء بحساب، أن يأخذ مثل ما تعطي تماما، لا تظهر عواطفك إليه دفعة واحدة، لأني كما أرى هنا احتمال بأنه قد تعرض لجرح في الماضي، وهو يخاف من حالات الحب، وما زالت تؤثر عليه إلى الآن، ربما متردد في أخذ القرار خوفا من أن تتكرر معه مشكلة التي حصلت في الماضي. شكرا لكم مواليد برج الجدي على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.